في حدود للي ممكن تعمله، والا تبقى بتهزم اغراضك، ما بتهزمش اغراضي انا. بالنسبه لموضوع اليمن، اليمن لا فيها لا دمشق ولا حلب، ولا حلب، ولا فيها هذه التعقيدات، الموضوع التعقيدات من نوع اخر. اهو كده. انا اريد ان افهم شيء، لماذا اطال المجتمع الدولي بين قوسين باله وصدره على ممارسات علي عبد الله صالح بما لم يفعله لا مع بن علي ولا مع مبارك ولا حتى مع بشار الاسد بشكل او باخر؟ الرجل يعني يراوغ وحصيلة الناس تسقط يوميا، و يعني لا يبدو هناك أفق. كيف تنظر إلى الموضوع اليمني مع أن الموضوع السوري يحتاج إلى نقاش أطول؟ لكن لا معلش، أنت حتتسامح، حتسامح مرة أخرى، حتسامح النضج يا أولاد. حاضر. موضوع اليمن، شوف موضوع اليمن، أنت قلت أنه حاجة من نوع آخر. موضوع اليمن فيه قضيتين. القضية الأولى أن ما تراه هو ثورة قبيلة تريد أن تتحول لدولة، هو لسه مش ثورة ولا هيبقى ثورة لفترة طويلة، لكن أنت قدام قبيلة تتحول إلى دولة. الحاجة الثانية وهي الموضوع المهم، أنا بعتقد أن كل الناس قلقة جدا مما يجري في اليمن لتأثيراته على شبه الجزيرة العربية وفي الخليج. خلي بالك أن اليمن هي المستودع البشري الضخم في قاع شبه الجزيرة العربية، وهو تأثيراته واصلة إلى أشياء كتير جدا. وأنت الناس كتير في الغرب على سبيل المثال وفي الشرق، كل الناس بتعالج موضوع اليمن بحذر، أولا لأنه له طبيعة أخرى، قبائل تتحول لدولة، والحاجة التانية أو بتحاول تتحول لدولة، والحاجة التانية أنه كل الناس خايفة من تأثيرات هذا المستودع البشري الإنساني الحافل بالطاقات أن ينتشر وأن يخرج. فكل الناس رغبة في حصر ما يجري فيه، لأنه إذا خرج اليمن من هذا القفص فأنت قدام مشاكل كتير جدا في شبه الجزيرة العربية. فالحرص على اليمن أو السكوت على اليمن هو بقدر ما هو ممكن محاولة لاحتواء خزان بشري مرعب بالنسبة لأصحاب الشأن. معرفش كان واضح. صح صح. ولكن مثلا ليبيا يعني كان يمكن لتدخل عربي بشكل ما أن يغني عن التدخل الأطلسي. على كل هذه قضية أخرى. في موضوع اليمن هناك سابقة وهو التدخل المصري في اليمن. الآن مع كل ما يجري، وإذا كنا لا نريد الحلف الأطلسي أن يتدخل ولا نريد الاستنجاد بالشيطان، يمكن أن نستنجد ببعض الملائكة. يعني هل هناك إمكانية ل دور عربي ممكن بالمعنى حتى بالمعنى الـ يعني العسكري الميداني او شيء من هذا القبيل؟ انا بعتقد يعني اذا رفضنا الاطلسي ما هو البديل؟ انا طب شوف، علي عبد الله صالح كان موجود عند السعوديين وخرج وعاد الى اليمن بموافقه السعوديين، ولا يمكن ان نتصور اشياء، على الاقل برضاهم، يعني ما خرجش غصبا عنه، رجع تاني اليمن، لانه السعوديه بالدرجه الاولى ترغب في احتواء ما يجري في اليمن بقدر ما هو يمكن، معزول بعيد عن جيزان وعن نجران وعن كل المناطق الجنوبيه، مش عاوزها. انت العالم العربي في هذه اللحظه كان العالم العربي كان ممكن يتدخل في ليبيا، وممكن كان يعمل دور في سوريا، وممكن يعمل دور في اماكن كتير جدا. لكن مصر مشغوله باوضاع، مش مساله مصر دخلت، لكن طبيعه الصراع. وانت اذا كان حاجتين فيه، اذا كان واحد قبائل تريد ان تتحول لدوله او تحاول، وهذه عمليه في منتهى الصعوبه، والحاجه الثانيه انه في خطر من اليمن يراد توقيه من انتشار اي افكار، فانت مين هيتدخل بعدين؟ تعال عايز اقول لك حاجه، ان كل تدخل في الدنيا كلها، وهذا ده بيجر التدخل الغربي، محدش بيتدخل الا لصالحه. اليمن وهي ممر مفتوح، واليمن محدش عاوز يتدخل فيها قوي، لانه جزء كبير جدا من اللي احنا شايفينه من الحرب الموجوده حاليا، انواع الحروب الموجوده اللي بتعملها المخابرات، موجودين بكل اسلحه لكن مش نافعه في اليمن.
لكن موجودين بالمخابرات، موجودين بالأسلحة عن بعد. محدش عاوز نزل قوات مشاة على أرض عربية، محدش عاوز نزل قوات. فإذا كنت بتحارب عن بعد وبتحاول بكل أساليب الحرب الخفية وبالجديد مما اخترعته الدولة الحديثة اللي مش قادرة تبقى عندها جيوش واللي في أزمة مالية، الدولة الأوروبية الحديثة أو الغربية، فأنت في اليمن الناس كلها، أليس صحيح أن في عمليات قتل كل يوم؟ كل يوم في غارات أمريكية، لكن أنت قدام حالة مستعصية في هذه اللحظة، لأنها دولة قبيلة تريد أن تتحول دولة، ولأنها أفكار ثورية يراد عزلها عن شبه الجزيرة العربية. لأنه أنا مش عارف إخواننا في الخليج، في ناس كتير قوي فاهمة إنه الخليج في مأمن من كل شيء وأنه ثروات وتحميه يعني، لكن هذا أنا بعتقد إنه الخليج سوف يكون في أمام مشكلة كبيرة جدا حتى من البر الآخر من باكستان. نعم، على ذكر الخليج تحديدا أشرت إلى السعودية، البعض يتحدث عن السعودية أو قطر أو الإمارات لعبوا دورا كبيرا في تأجيج أو تحريض أو ليه؟ قل لي بقى ليه؟ سميه، أنا ما عنديش جواب. لا أنا عاوز أسألك بقى، أنت جاي من لا أنا جاي أسأل أنا، يعني البعض اسمع بقى، أنت عند ما يناسبك تبقى أنت تسائل، ولكن عند ما يناسبك تبقى تسأل، قرر أنت. لا أنا قررت، أنا مذيع وحضرتك ضيف دلوقتي بس. يعني البعض يتساءل إنه هذه الدول الخليجية التي لم يعرف عنها ماضي لدفع ثورات ونضالات وغيرها الآن أصبحت تتصدى لهذه المهمة، وأنت تشير إلى أنها ليست بمنأى، هل تفسر لي الظاهرة؟ أنا ما عنديش تفسير. لا أنت عارف إيه، أنت أقرب مني لهذا، أنا يعني أنت قاعد في قطر وأنت بتشوف بنفسك يعني بتشوف في الخليج، بتطلع على الخليج من قطر يعني، لكن أنا أليس هذا موقفا محيرا أيضا؟ إنه شوف إيه، أنا بعتقد إنه الخليج بيسعى بقدر ما يمكن إلى النجاة، وبيسعى إلى عنده مشروع ثقافي، بيتصور إنه يبقى منارات على المية هناك في إنها يعني هو في هو بس ناس بيتصور إنه منارات، وفي ناس على فكرة تانية بيقول إنه كلها محطات بنزين على الطريق على الخليج يعني على الشاطئ. لكن أنا بعتقد أنه في محاولات فعلا مختلفة في الخليج، لكن في مسألة، فسر لي لماذا يبدو الأكثر تشددا في دعم الثورات هو عندك حيث ينبغي أن تكون محافظة في المنطقة الخليج يعني. الإمارات أنا شايف نزعناها جدا علشان مبارك، لكن في نفس الوقت عمالة تساعد مش عارف في مكان آخر. في هنا ما لوش علاقة بدور أمريكي مرسوم لهؤلاء، له علاقة بأنه من بعقلية الحرب الباردة. شوف إيه، كل النظم اللي فقدت البوصلة بشكل أو آخر بعد الحرب الباردة حاولت تأمن نفسها بيه، حاولت تأمن نفسها بإيجاد نوع مما يسمى بالرخاء ممكن أوي، واعتمدت فيه على بعض الدول المنتجة للبترول. طب وده طبيعي، لكن أليس غريبا أنه مصر بقوة مصر كلها في وقت مبارك هتشوف أنت وأظنها واضحة تقريبا، الدور المصري وظف لصالح السعودية، وظف لصالح قوة كتير قوي، لكن هنا في أطراف تسعى إلى البقاء، وقد يكون لدى بعضها مشروعات أكبر قوي من البقاء، أنها تعمل حاجة في التنوير، لكن في موقفها في دفع الثورات غريب قوي، لأنه إذا كنت بتتكلم عن التطوير فوالله مش الخليج هو اللي هيطور يعني، لكن ألا يدعو هذا جنب التدخلات اللي أنت شايفها هنا وهناك ومن القوى الأجنبية، ألا تدعوك التفكير تقول إيه الحكاية بالضبط؟ أنت عارف إيه الحكاية بالضبط ولا؟ أنا مش عارف إيه، فاهم إنك أنت عارف. لا أبدا. لا هو هنا في، أنا بعتقد إنك أنت هنا في لقاء مصالح بشكل ما، عايز أقولك واللي مش بعيد عن اللي كنا بنتكلم فيه، إنه في بعض الناس بشكل ما في أوروبا وفي أمريكا يتصوروا أنه حل الأزمة المالية يمكن قد يكمن في فوائد الخليج ولو للتخفيف، هي مش هتكفي حاجة ولو للتخفيف، كما أنه في بعض الناس كتير قوي في الخليج يتصوروا أنهم بيشتروا نفوذ وبيشتروا طمأنينة، وأنه يعني وجربوها مع النظم العربي. على كل، شكرا لك أستاذ. خلاص الحلقة المقبلة إن شاء الله سنخصصها بالكامل لمصر، يعني شوف توزيع غير عادل يعني، حلقة واحدة لتونس ليبيا
اليمن سوريا، حلقة المقبلة إن شاء الله ستكون